فيزيقيه في مبنى المعهد وفي انتظار آآ آآ رؤيه هلال شهر رمضان 1443 هجريه. وباقي على غروب الشمس قرابه النصف ساعه ونحن هنا في انتظار رؤيه الهلال لمن اراد ان يرصد هلال رمضان عليه ان يترقب لحظه غروب الشمس ثم ينظر آه ويدقق النظر على يسار الشمس بحوالي ثلاث درجات ونصف وإلى أعلى حوالي ثلاث درجات وسمحت الظروف الجوية آه وكانت الظروف الجوية مهيئة سوف يرى الهلال وتكون مك فترة مكث الهلال حوالي سبعة عشر دقيقة لأن غروب الشمس سيكون في هذا اليوم الساعة السادسة وثلاثة عشر دقيقة وغروب القمر السادسة والنصف والفارق بينهما فترة مكث الهلال حوالي 17 دقيقة فنحن الآن في انتظار غروب الشمس ونتمنى أن تنقشع هذه السحب الخفيفة التي نراها الآن حتى يمكننا من رؤية هلال رمضان لكن حتى ولو لم يرى الهلال بالرؤية العينية فالرؤية العلمية قطعية وليست ظنية آه ونحن نحسب لكم الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية بدقة متناهية آه فسواء رأينا الهلال بأعيننا أو لم نره فالهلال يمكث اليوم في القاهرة آه 17 دقيقة وفي أغلب محافظات الجمهورية ما بين السبعة عشر والثمانية عشرة دقيقة دكتور دلالة وجود قرني الهلال الأعلى ووجود دلالته قرني الهلال الأسفل آه ايه الدلاله ده وهل وجود شهر رجب 29 يوم يؤكد ان شهر رمضان هيكون 30 يوم ولا لا, لا 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 علاقه بتتابع الشهور 29 او 30 يوما لا 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 لكن حتى تكون هناك احترافيه وحرفيه عند الراصد فلا بد ان يتحقق الراصد من ان قرني الهلال إلى أعلى فهذا هو الشهر الجديد أو هذا هو الهلال الجديد أما إذا كان قرني الهلال إلى أسفل فنعلم أن هذا هو الهلال القديم حتى لا يخطر لا المحاق أي أن الضوء ممحوق أي أن الثلاثة أجرام السماوية على استقامة واحدة وأي أن الضوء ضوء أن الشمس يسقط على آه لا يسقط على على القمر اصلا حاله المحاق الارض تكون بين الشمس والقمر والارض تحجب كل ضوء القمر كل ضوء ايه الشمس عن القمر مره اخرى حاله المحاق الشمس الضوء ممحوق لا يوجد ضوء ما معنى لا يوجد ضوء حاله محاق ثلاثه اجرام سماويه على استقامه واحده ضوء الشمس عند لا يستطيع السقوط ما فيش زاويه سقوط على القمر تحجبها الارض في المنتصف لكن لو حدثت ازاحه للقمر عن الخط المستقيم او عن المجال ما بين الشمس والارض والقمر ازاحه لا تقل عن اربع درجات تكون هناك زاويه سقوط وزاويه انعكاس يرى الهلال في هذه الحاله يا دكتور ايه هي اسماء القمر او منازله يعني في ناس بتجمع بين اسماء القمر الهلال والبدر والحق ما اعتقد ولا آه. المنازل هي منازله ايه ولا هي ايه أنا لا, يعني الناس لا. الاسماء غير المنازل نعم. منازل القمر او منازل القمر هي الخلفيه السماويه النجميه التي يدور فيها ها القمر آه. آه. حول 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 ايه حول الارض ايوه انما الاسماء ترجع الى تطور إضاءة القمر محاق هلال ثم بعد ذلك تربيع أول ثم بعد ذلك بدر ثم تربيع أخير ثم إهلال ثم محاق مرة أخرى